يا رب يا ناصر، يا رب يا حريف، يا اللي جاوب الأسئلة زي تايجر وودز استحوا للسؤال. ما هي الدولة التي كان يطلق عليها سابقا بلاد الغال؟ اختيارات: ألمانيا، جورجيا، أم فرنسا. بلاد الغال في القديم، الآن ايش يسمونها؟ في أوروبا. يلا يا رجل يا رجل، فرنسا فرنسا فرنسا. 7735 وعنا. مبروك يا ناصر، مبروك عليك، تستاهل، أديت بشكل حلو، ضربت تايجر وودز، اطلع فوق، عطني اتصال ثاني. يلا يلا يا رب، مبسوطين ومروقين، والجوائز اليوم وفتحت وراحت سيارة. يلا الله يبارك لها فيها إن شاء الله، والله يبارك لكم.